السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن درس رياضيات للصف الثاني ماتيماتيك كينج صف وصلنا عند الدرس ما قبل الأخير اللي هو وزن لوب هيرتشمان قياس الأطوال الدرس هذا كثير بسيط رح ناخذ ثلاثة أربع دروس ورا بعضها بنفس الفيديو لأنه دروس كثير كلها كلها كله سهلة وبسيطة بهالدرس هذا بهالدرس بدنا نتعلم أيو ستاندارد أول مايان يعني يلي مو ستاندر للقياس احنا عندنا ستاندر قياس الاطوال حتى اقيس انا طول اي شيء باخد بقيسه بالسنتيمتر والمتر سنتيمتر ومتر بدي مر الدرس اللي بعده هلا قول بالدرس هذا بدي احكوا عن عن القياسات يلي مي ما 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 مستخدمه بشكل اساسي بقياسات الاطوال مهم ان نفهم شو هذا الكولاج كولاج اللي عندي كولاج وعندي كارش وعندي أضم وعندي اياك وعندي بارماك هدول خمسي تمام لحتى نفهمهم بنشوفهم هون مشان ما اضل اشرحكم انا كثير شوفوا هون عندي مثلا كارش الكارش هو الشبر الكارش هو الشبر وين الشبر ها اذا كارش هو الشبر بارماك هو البارماك هيك يعني انا مثلا ممكن اقيس انا الكتاب الكارش شبر مثلا بقول بير بوشك هرش مثلا أه بارماك ممكن أقيس انا البارمك ممكن أقيس في أه القلم مثلا كم برماق هاي بير يكي اج إيك دور بيش ألت يدي سكيس مثلا بقول هالقلم سكيس بارماك إذا بارماك هي الأصبع هي الأصبع وين البارماك هم البارماك هاي ها. أه كولاج هاد, هاد هاد هالفتحة فتحة الإيدين هيكي التنتين طبعا مع بعض مو واحدة بس اذا الكولاج هي هي فتحه الايدين هذا بنقول له كولاج ممكن نقيس فيها مثلا السبوره يعني ال بالصنف ممكن نقيس فيها الصرة المقعد تبعنا ممكن نقيس فيها حيط مثلا طول حيط ممكن نقيسه كله بالكولاج اضم اضم اللي هو الفخجي نحن بنقول الفشخة او الفخجي تمام هذا الاضم هو. ممكن نقيس بها طول غرفة طول هذا ممكن نقيس بها كتير شغلات الأضم آياك يلي هو القدم نحن بنقولها بالعربي آه يعني طول طول الرجل فقط آه بتلعب في لعبة بيلعبوها آه الأولاد فهجي من هون آه آياك من هون وآياك من هون أو نص آياك ما بعرف شو بقولوا لها تمام إذا آياك هي اللي هي بنقيس آه فيها آه قلنا كثير شغلات من ضمنها مثلا آه ممكن نقيس آه طول غرفة معينة عرض غرفة معينة آه عرض باب مثلا ممكن يعني ممكن كمان كل وحدة إلى آه نوع معين من القياسات إذا مهم أنه نفهم كل وحدة منهم شو معناه هون إذا الكارش هي اللي هي الشبر بارمك الاصبع كولاتش اللي هي فتحة اليدين التنتين مع بعضهم مادة اليدين والاضم اللي هي الفخجة او الفشخة والاياك اللي هي القدم طيب مروا لهون شو هون قايل اللي يعني عم يقول لي بير بارتشا قاش بارماك مثلا هون بتكون تحطوا انتو اصبعتكم انا اصبعتي كبيرة انتو تحطوا اصبعتكم بير إيكي 3 مثلا قول أنا بدي أجرب أنا بير إيكي 3 دورت بيش أنا طلع معي بيش ممكن أنتو على أصباتكم الصغيرة ممكن يطلع مثلا 6 يدي بدي يطلع أكيد يعني وأفترض مثلا يدي يدي بارما طيب إيكي بارشات لوجوه هل قسموا هالطول هل 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 هذا قسموه لقسمين وقالوا لنا كمان قيسوا بالأصبع بالبارماك بدو إياه بالبارماك بير إيكي نفس الشي بدي يطلع معنا بدي يطلع معنا يدي طيب قسموه لأربع أقسام بدي ضل يدي إذا هون عم يقول لي قلش صنوش لارنزة لارن لارنزة دايشتم تغير هالقياس هذا تغير لما قسمنا نحن هذا قسمين أو قسمنا لأربع اقسام أقسام الندين سيلينز ليش جاوبو طبعاً نكتبون دايشتم دايشتم دي دايشتم يعني ما تغير الطول ما تغير، لانه هيبسي ايشيت أزول نقطة زول لوك يعني لانه كلياتهم نفس الاطوال ولو انا قسمت جواتهم قسمتهم هذا كان قطعه واحده صار قطعتين صار اربع قطع على يصير مئة قطعه مهم اذا كان نفس الطول راح يضل عندي نفس الرقم بالاخير هون شيء راجع لكم سنفنزن بيو أزون كنار كنار سنفنزن سنفنزن يعني طول صفكم أذون كنارة المول الصف بشكل ديك دورت كان عم يقول لي الوزون كنارة ايش قد ايش بالاضم عم يقول لي حسبه بالاضم فرضا بالاضم ممكن يطلع أنا نقول اطوز مثلا مثلا انتو بالصف حطوا اضم ورا اضم ورا اضم عفوا انا حسب على اياك عفوا يعني أضم الفخجي ممكن نقول أم باش يرمي فلان أم يرمي مثلا نقول أون سيكيز مثلا أون سيكيز القصة بالأياك القصة بالأياك ممكن يطلع يرمي فلان مثلا يعني كل واحد بتكون تقيسه أنتو وتسجلوا هالقياسات هاي هوني ممكن الأنسي تعملكم إياها بالصف هذا يعني أه يردن يكسيغي من من تحت لفوق يعني الصراع الصراع نزل يردن ارتفاع الصراع ارتفاع المقعد تبعكم اللي بالصف اش قد ممكن يكون بالكرش حسبوب الكرش من تحت من الارض لا لا لفوق فوق المقعد اش قد ممكن يطلع معكم مثلا اه اه ممكن يعني تحت ننزل اوزون كناره بالكولاج بالكولاج ممكن يطلع مثلا 3 فرضا matematik kitabınız كتاب هاد الكتاب uzun kenarı uzun kenarı هاد uzun kenarı مش قبل شو بدو اياها بده اياها بالكارش ممكن نقول بير بوچق مثلا يعني ممكن نقول iki ماتماتيك كتاب نزن قصة كنارة قصة كنارة هاد القصة كنارة تبع الكتاب بدو ياب بالبارمك. بالبارمك أنا راح أحسب على أصبعتي وبقدر على أصبعتكم بير إيكي إتش دورت بيش 6 7 8 9 10 ممكن انتوا يطلع معكم 15 ايه كالمينزين بويو بالبارماك مش هي حسبناها بيطلع معنا تقريبا بال ب سيكيس فرض فرضا يعني صنف بانو البانو اللي بيعلقوا عليه اللي بيحطوا عليه الرسمات والاعلانات البانو اوزون كناره الاوزون كناره بالكارش ممكن نقول بالكارش ممكن نقول أمبش سينوفيزم بانو سون قصة كنارة بالكارش بالكارش بالشبر تمام عفوا هون بالكولاج هون بالكولاج ممكن نقول بالكولاج الأذن كنارة للبانو ممكن نقول بيش مثلا والقصة كنارة بالقرش ممكن نقول 5 Matematik diferensiyanın uzun kenarı bir karış. 2. Uzun kenarı bir karış. Ama kitabınız. Uzun kenarı. Matematik defteri, defteriniz. Afon. Hon, kitabınız. on defteriniz. Yani bir dikun akalli şuay. Mümkün kol bir buçuk. Yani ben de sicil buçuk. Nişan ma tarifuha. Ben de sicil. Ve siyallah بنروح أه على الدرس اللي بعده الدرس اللي بعده هون بدنا نتعلم ستاندرد اللي هو السنتيمتر والمتر السنتيمتر والمتر مهم نعرف انه من هون لهون بير سنتيمتر 2 سنتيمتر من هون لهون صار 2 سنتيمتر بين كل رقم والثاني بير سنتيمتر وبالتالي هون عندي صفر هون عندي بير هي نفس المسطره هون عندي صفر هون عندي بير 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 سنتيمتر تمام فهالجدفيل فهال هذا اللي عندي انا هي المسطرة 30 سنتيمتر 30 سنتيمتر كل مي كل 100 سنتيمتر لحتى تساوي بير متر 1 متر ننتبه على الشغلة والمعلومة لازم تحطوها ببالكم دائما ما تنسوها هو كل 100 يوز, يوز كل 100 سنتيمتر بيسوو بير متر متر يعني المتر اكبر اكبر من السنتيمتر ب مره تمام يعني في شغلات وبالتالي في شغلات منقيسه بالسنتيمتر وفي شغلات منقيسه بالمتر تمام شلون يعني هلا هون عاطيني هاي الشغلات عم يقول لي اي منقيسه بالمتر واي منقيسه بالسنتيمتر مثلا سلجي سلجي هل يا ترى انا بدي اقيسها بالسنتيمتر السلقية بدي اقيسها بالسنتيمتر هاي السلقية عندي مثلا انا بدي اقيسها بالسنتيمتر ولا بدي اقيسها بالمتر المتر تقريبا أـ تقريبا بتطلع الاضم الفخجي او الفشخه تمام هل انا بقيس هي هي بقيسها بالفخجي السلقية كثير صغيره لا شو بقيسها بقيسها بالسنتيمتر السنتيمتر أصغر بقيسه بالسنتيمتر، إذا السلجي بقيسه بالسنتيمتر، طيب أطاش أطاش هذا أطاش، قد ما تكون عليه بجوز ما تعرفوه هذا هو أطاش أطاش هذا اللي بحطوا فيه الأوراق تمام؟ الأطاش كمان نفس الشيء صغير شو بقيسه؟ بقيسه بالسنتيمتر كتاب أه... عفوا كابو كبة بقيسه بالسنتيمتر؟ لا بقيسه بالمتر، بقيسه بالمتر بقول هالكبة مثلا الأوزولك تبعه كيمتر. والقصة تناري تبعه مثلا بير متر فرضا اذا الكب بقيسو بالمتر الصرة بقيسها كمان بالمتر الشنطة الشنطة ما بقيسها بالمتر بقيسها بالسنتيمتر البانو بقيسو بالمتر بانو بقيسو بالمتر البهجة بقيسها بالمتر بحكي بالمتر مو بالسنتيمتر سنتيمتر شنطة طويلة السنتيمتر يعني انا سنتيمتر بستخدمها للشغلات القصيره شغلات القصيرة كتير تمام الصغيره والقصيره الكتاب مثلا بالسنتيمتر الكتاب بالسنتيمتر دولاب كمان بالمتر آه الكالم بالسنتيمتر الدفتر بالسنتيمتر البيجي سيار كمان بالسنتيمتر كل هدول بالسنتيمتر لانه شغلات قصيره او صغيره أه هون عم يقول لي هالقلم هذا ايش قد طوله؟ 3 سنتيمتر بير اه صفر بير ايكي 3 اذا مثل ما انا شايفين هالقلم ايش قد طوله؟ 3 سنتيمتر هذا ال شو قلنا اسمه اه اتاش شو اسمه كان؟ اتاش ايش قد طوله؟ طوله بير سنتيمتر اذا هون مو بير هون صفر اول شيء هسه ما صاير ولا سنتي هون بصير يارم سنتي هون بصير بير سنتي بير سنتيمتر اذا بير بير سنتيمتر المقاس ايش 6 cm 6 cm هون الدرس هذا عم يقول لي صندوق بيرمي تمام تعالوا نشوف رح نستخدم نحن هالستاندرد السنتيمتر والمتر نحن نستخدم اليوم السنتيمتر شوفوا هون عم يقول لي قيس كل واحد منهم بالمسطرة بدي يكون عندكم المسطرة هون طبعا وتقيسه ونشوف كل واحد نوصله على القياس تبعه مثلا هلا بنيجي نطلع هون بنلاقي انه هذا شقد هاد 8 سنتيمتر 8 وين 6 ها هنا 6 سنتيمتر طيب هاد بنحط هيك الصفر هون وبنشوف شقد 3 3 سنتيمتر اذا بنوصل هاد لهون هاد 10 10 سنتيمتر اذا بنوصل هاي لهون هاد 6 سنتيمتر اذا بنوصل 6 لهون شو هذا الهام نوصل انا ماني منتبه عليه انا يكون عليكم الارقام يلا بسيطه هون بيش سنتيمتر بنوصل البيش لهون اكيد هي بدها تصير دورت لانه ما ضل غيرها اذا دورت سنتيمتر بنوصلها كمان لهون بيروح على السؤال بعده عم يقول لي عم يقول لي عندي ثلاث ثلاث جداول جدول يعني مسطره Birinci cedvel, 37 cm, ikinci cedvel 18 cm, üçüncü cedvel 25 cm. Tamam, ama yani en uzun cedvel hangisidir? Atwal mustara şu hi hi Tamam. Eee idem birinci birinci cedvel. Ced vel. Idem atwal wahdi cedvel. En kısa cedvel hangisidir? En kısa şu hi ikinci cedvel. İkinci cedvel ili 18 cm. Santimetre. Ced طيب. عم يقول لي بيرنجي إكينجي بيرنجي إكينجي جدвел كات سنتيمتر أو دور. أطول من إكينجس شو بنسوي؟ أطول زيادة. نطالع الفرق بيناتهم من نقص كبير نقص صغير أطول زيادة. أكسه أن 19 شو قد بيطلع معنا يرمي مزبوط زيادة مظبوط 19 دقوس تمام. هون اعطيني شغلات عم يقول الدفتر اوتوز سنتيمتر كاليم 18 سنتيمتر سلجي بيس سنتيمتر عم يقول لي ان وزن نسني اطول شغلي شو هي اطول شغله هي يلي 30 هي يلي اوتوز شو هو دفتر دف تر طيب دفتر دير تضر تكتبه كمان ان قصص نسني ني هانجي ان قصة ان قصة هون شو هو سيلجي سيلجي سيلجدير دفتر دير تمام عم يقول لي سيلجي كاليم سيلجي والكاليم كاد سنتيمتر كصدر الفرق بيناتهم بس قد اقل منهم بدي اقول أونس كيس اكسي باش اشتر اون اش سنتيمتر سنتيمتر بنرمز لسيت ما معقول يلي هي هيك والمتر بنرمز بس الام اذا سنتيمتر بنأخذ جي مي صغار حصرا طبعا والمتر بنرمز لها ب ب م لها طيب هون هذا شو هذا كمان نريد شيء تهمين ما اه لا عفوا تهم ايه تهمين شوفوا هون عم يقول لي اه تهمين اتوقع ايش قد طول هذا تهمين توقع ما بده شيء سهل كثير يعني اسئله بسيطه انا شايفه بسيطه ان شاء الله تعالى تكون بسيطه عليكم هلا هذا بال-بال-بال-بالتخمين ممكن نقول؟ ممكن نقول مثلا أنا ممكن أحط تخمين أون انتو تتوقعوا كيف يكون أون سنتيمتر طبعا آه... هذا ممكن أقول عنه أنا <hesitation> آه... أيتش هذا ممكن أقول عنه دقوز مثلا هذا ممكن أقول عنه <hesitation> آه... ألت آه... فرضا هذا ممكن أتوقعه آه... بيش هذا ممكن أتوقعه سكيز طيب هلا بنجي لهون للتشيم التشيم يعني نقيس القياس هذا إش خد هاد ساكيز إش هاد ساكيز طلع معانا هذا إش طلع معانا هاد هذا طلع معانا إكي إش خد طلع معانا إكي بنكتب هون إكي طيب وهذا هون إش خد هذا يدي إش يدي سنتيمتره نحن متوقعين دقوس طيب طلع يدي هون متوقعين درت متوقعين التي طلع درت وهون عندنا إش آه هاد أوج وهذا إش بيش طيب هذا شو الفرق بين اون اكسي سكيز ايكي اتش اكسي ايكي بير دوكوز اكسي يدي ايكي وهون عندي آلت اكسي دورت ايكي وهون عندي بيش اكسي اتش ايكي وهون عندي سكيز اكسي بيش اتش اتش اذا مثل ما انكم شايفين توقعاتي انا اقل شي هون عندي بير سنتيمتر فرق بين التوقع والحقيقة وعندي اكثر شيء هون بهذا 3 سنتيمتر الفرق بس هذا عن توقع فقط لا اكثر ولا اقل ما بشيء صعب اتوقع أه نكفي على هاد. صار 17 دقيقة لا ظل في درسين عن ال زون راح اعمل لكم عليهم فيديو ثاني ان شاء الله ان شاء الله تعالى يكون احسنت لنا بشيء ربي يحميكم ويوفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله